ضابط محمد النعسان من مرتبات الكلية الحربية أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر من أجل حماية المظاهرات السلمية من عصابات الأسد المجرمة. وهذه هويتي. الرقيب هو الفجر علي أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي. أنا المجند محمد هيثم الدياب أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي. أنا العسكري حسن عبد الله السوم أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي. أنا المجند محمود عز الدين مصطفى أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي. أنا المجند محمد رضا بس أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي. أنا المجند حسين طلال سبيع أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي الفرعوني. أنا العريف عطان أشهد أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي. أنا الرقيب أبو العلاء فيصل أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي. أنا المجند طه جدا مصطفى أعلن انشقاقي.